العنوان ومش عايز غلطة. تمام يا باشا، بس ما تأخذنيش يعني يا باشا سؤال، يعني حضرتك ممشيني وراك زي الحمار كده مش فاهم حاجة. انتوا عايزين ايه من الواد الجربوع اللي اسمه عبد الصبور ده يا باشا؟ انا ممكن اخلص لكم اي حاجة انتوا عايزينها من بابها. الحكاية وما فيها ان عبد الصبور مشكوك فيه من جهة امنية معينة. جهة امنية؟ يعني جهة دي يا باشا؟ تمام، بس الحمد لله رب العالمين طول عمري ماشي في السليم. سليم؟ تحب ارجع لك الشريط من الاول واستلمت في المصلحه؟ لا ترجع شريط يا باشا، خلي الشريط شغال. ده انا حبيبك. ادام بقيت حبيبي مفيش داعي للفلوس دي. لا طبعا الفلوس ليها داعي، معلش يعني بطمن في وجودها. معلش يا باشا سؤال اخير يعني لمؤاخذه في كلمه، دلوقتي ايه لازمه امضه عبد الصبور وان وديت ديسكو بانكم تقفشوه؟ ده اخر سؤال هجاوبك عليه. في مستندات مشبوهه وعليها امضه، عايزين نضاهيها بامضه عبد الصبور. طب والديسكو؟ الديسكو هنجيب واحد من المشبوهين يتعرف على عبد الصبور من غير ما يعرف. هتخليك مكانك، هديك اشاره قبلها بيوم، ولو حس بحاجه انت اللي هتتحاسب. ايوه يا فريد بيه، انا داخل لعبد الصبور اهو. ما تقلقش يا فريد بيه، اقنعه. طب واللي يخرجك من اللي انت فيه ده يا عبد الصبور؟ ولا حد عارف يخرجني من اللي انا فيه. انا هوريك العالم الاخر يا عبد الصبور. يا عم اجري. انا بكره يا عبد الصبور هسهرك حته دين سهره في ديسكو ما تحلمش بيها. ايوه يا فريد باشا، انا مستني عبد الصبور اهو هيجيني وهطلع بيه على الديسكو على طول. تمام يا باشا. انا عملت لكم كل اللي انتوا عايزينه، كله وعملت كله. احنا جينا الديسكو وطلع مش هو ومشينا على طول. وروح بقى علشان امك مستنياك. اروح لامي؟ مش مهم دلوقتي انت اللي قتلتها ولا هي اللي قتلت نفسها، المهم دلوقتي هي راحت فين، والراجل اللي مقتول في العربيه ده مين اللي قتله، والقنبله، والناس اللي كانت بتجري ورانا، والناس اللي ضربت نار على الكمين. مين كل دول يا عبد الصبور؟ هما كانوا عاوزينها هي. الموبايل اللي جالنا واحنا سايقين العربيه. انا هجيب الموبايل. اكيد عبد الصبور ملوش علاقه. يا ريتني ما كنت وديتك الديسكو وسمعت كلامه. ايوه فريد باشا الحقنا. بقول لك ايه يالا، ما تتصلش هنا تاني، واحرد ربنا انك لسه عايش. وبقول لك ايه، اوعى لسانك يضق بكلمه كده ولا كده، اقسم بالله هقتلك، انت فاهم؟ ونصيحه مني، اخلع بدل ما حاجه تلبسك. فريد باشا بيبعت لك رساله اخيره، اوعى تقول حاجه لا تتقتل. اللهم بلغت، اللهم فشلت.